فئة المشرف التربوي المتميز والمشرفة التربوية المتميزة، المراكز من الثالث إلى الأول، شهادة استحقاق لتوقيع معالي الوزير، مضافا إليه مبلغا ماليا والسيارة سوناتا هيونداي. المركز الثالث عبد العزيز بن بخيت بن يحيى الزهراني من تعليم وادي الدواسر. ناهد بن صالح بن جعفر السالم من تعليم الجوف. المركز الثاني منيف بن خضير الروي الشملي من تعليم الحدود الشمالية. عناية بنت حسن الدبلي من تعليم حبوب. المركز الأول أحمد بن يحيى بن عبد الله عطيف من تعليم جازان. أمل بنت محمد إبراهيم الرايدي من تعليم جدة. مبروك أستاذ أحمد. فئة المرشد الطلاب